السلام عليكم. فوزية عساوي، رئيسة قيمت أنا الشعب. أنا الشعب قايمة مستقلة مترشحة على دايرة صفاقس واحد. احنا مجموعة من الشباب اللي اجتمعنا وقررنا باش نتحدوا الواقع هذايا، لأنه ما ثمش واحد عاش كيفنا البطالة ولا التهميش ولا الحرمان. مش باش نكذبوا على الشعب هذايا ونقولوا له راهو احنا باش نعملوا لك الخبزة بمية وركوب الكربليش، لا، احنا عندنا برامج وآراء وأهداف نحاولوا ندافعوا عليها الآخر رمق. أهدافنا مدروسة وواضحة، سواء في التشغيل ولا التنمية ولا الإصلاح الإداري. صوتي هذا موجه، ندائي هذا موجه الأرياف صفاقس باش يعطوا ثقتهم فينا وباش ينتخبونا. مجلس النواب مش حكر على الأحزاب الكبيرة برك، بالعكس أعطونا فرصتنا، خلينا نتعاونوا مع بعضنا باش نغيروا الواقع هذا، لأن الثورة هذه عملناها احنا مش وللأسف احنا اللي دفعنا الثمن.